مراكز علاج الطبية، رواد العناية بالأمراض المزمنة. اتصلوا بي الآن عبر تطبيق الواتساب مجاناً كي تستفسروا عن علاجات الرجولة والحلول الجذرية، كما أنصحكم بتحميل تطبيق تكبير القضيب، رابط تطبيق الجوال مجاناً أسفل هذا الفيديو. تحياتي لكم. موضوعنا النهاردة إزاي نحل مشكلة القذف السريع. في الحقيقة هي مشكلة كبيرة بيواجهها كتير من الرجال، ويمكن ان احنا نعمل على حلها او التقليل منها باتباع بعض الخطوات اللي ممكن نقوم بيها. قبل ما نتكلم عن الموضوع ارجو ان انتم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان توصلكم كل الفيديوهات وتقدروا تتابعونا. القذف المبكر من المشاكل الشائعة عند الرجال، حيث بيعاني منها 30% من الرجال في العالم، والمشكلة دي بتؤثر على الرجل جنسيا ومعنويا ونفسيا. فمن يعاني منها بيصاب بالإحباط والشعور باليأس والذنب لعدم قدرته على إمتاع زوجته جنسيا واستكمال العلاقة الجنسية كما يجب. وهناك حلول من شأنها مساعدتك للتخلص من العبء النفسي والعصبي الشديد بسبب مشكلة القذف السريع، وهي منها استخدام الواقي الذكري. الواقي الذكري بيعمل على التخفيف من الإثارة الجنسية خلال ممارسة العلاقة الحميمية، وبيمنع احتكاك جلد القضيب بفرج المرأة، بذلك بتقل درجة التهيج عند الرجل وتتأخر القذف. من المفضل استخدام الواقي الذكري السميك في حال إن كنت تعاني من مشاكل القذف السريع. الأدوية، في بعض من الأدوية بتعمل على علاج الجانب النفسي وعلى تحسين المزاج عند الرجل، ومن هذه الأدوية يمكن الاعتماد على مثبتات السيترونين اللي بيخفف من التوتر وبيعمل على تحسن المزاج، ويمكن تناولها قبل العلاقة بساعتين. وهناك حلول من الطبيعة، وهي عبارة عن أعشاب أو مجموعة من الأعشاب يمكن استعمالها لعلاج سرعة القذف عند الرجل، وهي عبارة عن في المخدر الموضعي، واستخدام المخدر الموضعي بيقلل إثارة في القضيب، وقد تم تجريب هذه الخلطة أو المكونات على كثير من الرجال. شكرا لكم وشكرا لحسن متابعتكم وتحياتي. للرجل حلول مؤقتة. مراكز علاج الطبية للرجولة حلول جذرية.